لأول مرة المسابقة العالمية لميور باتيسيي حلت أبوابها في الجزائر ونصبت خيمتها في حديقة التجارب بالحامة. 10 أشخاص جاءوا من كل أنحاء الوطن راحين يشوفوا حلمهم يتحقق بعد ما خلاوا حياتهم بين قوسين وعائلاتهم وراهم. راني بزاف متحمسة باش نشوف لاطون ونشوف الديكو ونشوف لا كويزين اللي راني رايحة نحط إبداعاتي فيها. راني بزاف حابة نشوف لاطون وإن شاء الله تكون كيما نسناو فيها. شحال عندي أنا نحلم بهاد لاطون. Je croyais pas qu'un jour je ferais ta صح. متحمس بزاف باش نشوف الخيمه ونشوف البلان دو طرافاي اللي غادي نخدم فيه وان شاء الله يكون كيما راني متوقع. طيب بسم الله. سوريا شوفي الفرينغو تاعك. ان شاء الله tout se passera bien. ما بروميير ايبروف راح يكون بزاف ستريس مي اون ميم طون انا فرحانين. بعد ما تعرفوا على بعضهم البعض درك جا الوقت اللي تعرفوا على مهدي وعلى لجنة التحكيم. باتيسيير مرحبا بكم في لو ميور باتيسيير الجزائري. راكم في الجزائر العاصمة وبالضبط في حديقة الحماة اللي تعتبر من 10 أكبر حدائق العالم. وراكم 10 هوات، 5 نساء و5 رجال. الله يبارك عليكم، 5 وخموس عليكم. جيتونا من عدة مناطق من بلادنا العزيزة على خاطرش تحبوا وتهواوا لاباتيسري. رايحين نتعرفوا بكم ونكتشفوكم من خلال تحديات. التحدي الأول مع الشيف مهدي. هدايا واش نقولكم، يخدم بزاف بهواه، يقدر يطلب منكم تريفيزيتيو باتيسري كلاسيكية معروفة كيما يقدر. ياخذ مكون واحد ويقولكم ديروا لي وخدموا به. مرحبا بكم أتوس، راني فرحان بزاف كي راني معاكم اليوم. ما تقدروش تعرفوا لا فيختي اللي عندي كي رايح نزيد حاجه من عندي في الدومين لا باتيسري في الجزائر. باسكو كي كنت صغير كنت نجي كل الصيف مع ما يجي جاما ايماجيني نكون شيف باتيسيي كي بارطاج سا باسيون في العالم اليوم في الجزائر دون سو مانيفيك جاردان. اما اللالوزا مولات الصنعه في فن تقنيات الحلواجيات، رايحه توقف باش تحافظ على، سمعوني مليح، اولا الكيفيه الشكل والبنة كيلة بكيلة وعبار بعبار. أنا سيدة لوزا، عرفتكم بروحي، أنا سيدة لوزا صاحبة مدرسة لوزا لتعليم الحلويات مع خبرة لأكثر من 25 سنة، لكن تقعد المدرسة الأولى هي الوالدة ديالي عزوز وصريحة ربي يحفظها ويطول في عمرها، اللي كانت تعلمنا بكل صرامة باش ناخدوا تقنيات الطبخ والحلويات. ألوغ ما بين الصرامة وسعة البال والخاطر ردوا بالكم. يا ابن عمي يا 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 كي تتخباي كريمة. أنا ما نكذبش عليك راني خايفة كان ما شفتها هكا ما شاء الله راني خايفة. أنا شفتك تكمشتي. واش نقدر نقول لكم؟ لو ميور باتيسيي راهو بيناتكم، راهو راح يربح 100 مليون. الله يبارك. باتيسيير نستفتح الأسبوع الأول بطبق تاع الفاكية باش نبداو هاد التحدي الأول تاع الشيف مهدي. يا درا واش راح يخير لنا من فاكية؟ حلوة، قرصة، بنينة، غير كونوا مهنيين ماشي مسمومه. با بور لا بروميير ايبروف. اه يا ابن عمي وعلاه؟ نجدوا راحكم. في هذا الدفي الاول خيرت لكم افخوي اللي نموت عليه،
نحب ناكلو ونخدم به بزاف اللي هو تشينا. قوة تاع تشينا سيك تقدروا تخدموها بكاملها من القشرة للداخل. عندكم لو شوا في لي غوسيت بصح بالكو ما تنساوش كتشينا سي تان اغروم لازم تكونوا قافزين في الدوزاج تاع الحمودية تاعها. راني نستنى منكم لا بريسيزيون في الخدمة تاعكم وراني حايب نتعرف عليكم من خلال الكاتو تاعكم. مالا بدعوا باتيسيي باتيسيير هاكم واجدين؟ واجدين. هاكم واجدين؟ واجدين. 1 2 3 باتيسيي. في هذا التحدي الاول لهذا الموسم يلزم على لي باتيسيي يبدعوا ويديروا ان تشالنج كبير. Alors, je vais faire un gâteau en forme d'orange. Je vais faire un insert orange. اليوم راني ندير في الكروكي تاع المونونترومي راح ندير اون دومي اورانج. لاباس تاعها تكون اون بات سابلي. لا دومي سفير تكون فيها ان بيسكوي على كاروت. كيفكم امنين بلي رانا هنا ولا لا؟ لا اخر حاجه كنت متخيلها. سيتي ان غيف. سافا جماعه. سافا بون كوراج. ميرسي فورس ابو. الحاجة الأولى باش نسوبليمي لورانج بديت قشرت تشينا دونك بليكونوم قشرت برك لابوغتي زاست شللتها مليح دوك نحطها تغلي تخوا روبخيز من بعد باش نواسيو بها ان كونفي دو زاست لورانج. على حساب شوفة لجنة التحكيم راهي تنتقل ما بين المتسابقين وما راح يخلو حتى حاجة تمر. لا مكان للحظ في هذه المسابقة. دوك راح ندير لي سوبريم باش نديرهم دي بيتي بو داخل لانسير تاعي. سا جيم بيان نديرها بور افوار لو فروي فريمون على تاع بروت ني طايب ني معقر ني والو. عندي لي بريباراسيون بزاف نديرهم واني خايف الوقت اللي ما يكفينيش. اكيد ضربي اكيد تحركي كريمه. راني نحرك. راني نحرك. اكيد تحركي. موال فات تخدمي بهاد التشينه ولا ماشي ولا غير تاكليها برك بعصور؟ كريمه راني حندير. راني حندير ان كاطو تاع الحرايا. الله الله. راني نوري لهم بلي كشوفوا الحق. وري لهم وغزليهم. زيدي حرك. ها هي زيد حرك حرك يا اللي تحرك. نو نو بابا بابا. اكي واجده يا راني واجده وراني توت بخيت ومانيش مامنه بليك راني مع لي شاف ومع مهدي وراني في هاد لاتونت المانيفيك. كريمه 49 سنه ماكيته في البيت عندي 3 بنات. على بالك هاد المسابقه تمثل لي حاجه شغل دوش علي. انا اون مامون اللي تحب توكل ولادها من يديها اللي حب دير لي طارت دانيفيرسير. انا بديتها بلي طارت دانيفيرسير لولادي. شاف مهدي شاف لوزا ان شاء الله راح تذوقوا كاطو تاع بكري بلمسه عصريه. اللي حابه نربح سيتو اون دو مو اني حابه نربح. لي باتيسي راح يصنعوا حلوى استثنائيه بتشينا. هاد لاغروم صعب العمل لازم عليهم يعرفوا يمزجوه مع باقي المكونات باش الذوق تاعو هو اللي يغلب. كنت حندير شوكولا اورانج ابخي خفت دونك جي بريفيري ندير اون تارت على اورانج ريفيزيتي بيان سور ويكون غير لورانج بس جي با لابيتود نخدم يعني طول طون بلورانج. هنا سي لا ديرنيير ايتاب تاع لو بيسكوي مادلين تاعي. Donc, je te fais les zestes d'orange ou de l'eau aussi, mazhar. شتي لوزا لا شانس اللي عندنا كي رانا في هذا الجاردان مانيفيك. راك تشوف مهدي عندنا حد كبير عندنا سمي ان شاء الله الله طول طون نلقاو لربع المواسم في نهار واحد. ما شاء الله. الحمد لله. الحمد لله. الوغ التحدي تاعك تاع تشينا مهدي واش وجدت لنا؟ كنت نقول لك وجدت لك ان كاتو للوزا. ايه الله لنا. توت اون دوسور ديليكاتيس. نتكلم عليك. مذوبي. وانا عارفك على بالي راح يخرج ما شاء الله عليك. خلاص دوك نوري لك الكاتو. لازم توري لي راني متشهيه نشوفه. واليوم تفهمي؟ ايه واش تقصيتهم على لي الله يبارك ما شاء الله عليك. صافي بليزير دوك دوكي تقولي لي رايك. الله يسلمك دوقوا الشرمه.
شوفي لي لوزا داخل عندنا اون باز صابلي افيك دي زيست دورانج. ايه كنت باغي نخدم لي زيست باش نطيبهم بالصابلي ويخرجوا لي زاروم. اوكي وزدت لورانج اكزاكتومون وزدت لها لا كريم داموند كريم افيك دي بيتي مورسو دورانج تري بيان تري باش كي نطيبهم هذاك العصير تاع لورانج يتعدشينا يتشربوا اكزاكتومون. ومن بعد زيد اون جولي دورانج بيان باش ننزلها الحموضيه تاعها. علاش؟ باسكو زيد ان كروستيان فوق مع السيزام والكورن فليكس وي باش تجي حاجه كروستيان تري بيان داكور تري بيان. وكملت بان اون موس فاني وزدت لها شويه مال زهر. ايه الما زهر يتماشى مع الكروش مع التشينو. ولي كيليب نورمال تاع الكاتو هذا بليكش هاو باين يا مهدي كيفاش نقول لك شايد روحو واش نقول لك كيما نقولوا احنا الطبقات هادو راهم باينين كل حاجه في بلاصتها ان شاء الله. وما تنساش مهدي بلادنا معروفه بالحمديات اكزاكتومون ياك عندنا كامل لي زاغريم عندنا تشينا بومبلوموس المندارين عندنا كل شيء في بلادنا الله يبارك الله يبارك على خندوق نبداو الله يبارك بسم الله هلا شنو نقول لك مهدي واش نقول لك تحس كامل لي سافور كامل المكونات اللي فيهم تحسهم في فمك. دوك قول لي مهدي انت واش راك تستنى في لي باتيسي تاعنا؟ نستنى منهم دو لوريجيناليتي وفي هذا التحدي الاول باغي نشوف منهم حاجه ماشي صعيبه كاع. اه بغيت غير دو لوريجيناليتي في لي غو اي لي تيكستور. تري بيان هذا ما كان ان شاء الله حموديه حاجه كروستيان ولا بيسكوي وزيد لها حاجه سكري. فوالا ان شاء الله ربي يوفقهم ان شاء الله ويخرجوا لك واش راك حاب انت. ان شاء الله ان شاء الله وليدي. نروحوا نشوفوهم؟ نروحوا نشوفوهم يلا مرحبا. اي قعدت ساعه يا حبيبي ديجا. في أول تحدي الشاف لهذا الأسبوع الأول من المنافسة مهدي راه معول يحضر لنا قبة تاع البرتقال. القاعدة تاعها داكواز بالبندق فوقها طبقات نوات بيكون وكريمة الشوكولاتة السوداء من الفوق في قلبها أن كريمو تاع برتقال وغلاساج ميغوار من الفوق. مهدي كما صابا؟ وي شاف سلام عليكم. سلام جو في با بيان. علاش؟ الوقت راه فايتني هنا راني حاب ندير دي داكواز بوغ فاسيليتي لو ديمولاج. داكوغ درت ان بو دو بوغ اي هادوما دو بابيي كويسون هكذا باش نديموليهم فاسيلمون. فاسيلمون دونك سا سي بوتيت استوس. تهضر على الكاتو تاعك واش راح يتوجد اكزاكتومون؟ صح الكاتو تاعي سا سخا دونك هنا لي بوتي بالي دو داكواز. اوكي هكذا نوازيت داكواز نوازيت افيك دي كونكاسي دو نوازيت من الفوق موس شوكولا نوار داكور كريم انسير كريم اورانج. وعلاش خيط لا نوازيت تا با بيغ تدي دوسي على تشينا؟ لا لا نوازيت انا جو تخوف كسا سماري بيان ايوا افيك لورانج. اوكي مهدي دار لنا اسوسياسيون مليحه بين لا نوازيت والتشينا بصح راني خايف الى لا نوازيت تغلب التشينا. عطى لي كونساي باش ما نروحش بزاف امور اللي ياخذوا لي الوقت نروح ديريكت ليسونسيال سي سكو جو فيغ. مهدي خلط تشينا بلا نوازيت اما قادر خير لاسوسياسيون تاعها بالبان دي بيس باش يحقق الخدعه البصريه. ريم وسميه خيروا الشوكولاته. لو بيسكوي خرج طوب كيما حبيتو خرج روعه. طاب لي تري تري بيان هذا هو الطياب اللي راني نحوس عليه طاب تري بيان. غلط ضيعت الوقت لي نوازيت ما تحمروليش ما تحمصوليش. راني لحقت لا ديرنيغ ايتاب لا بريباراسيون تاع لا موس تاعي مازال برك نطلع لا كريم ليكيد ابخي جو في ميتر ما موس في المول لي زانسير اي جو في ميتر او بري. دونك نخليهم يبردوا كي نجبد المول نديموليه نديكوري بها يا افيك لامون بنعد. الكيك تاعي من الفريكو بعد ما لاكريم شدت روحها دروك راني ندير في التشينا باش نبدا ندير تزيين كاع تاعي ونزيد ندخلها تشد روحها اكثر واكثر. يا جماعه 10 دقائق ويخلص العصير. تحت خيمة الميور باتيسي الجزائري الوقت راه يمر بسرعة. ما كاش منها كاع هذه والشرافية اليوم.
كاين من بين متنافسين اللي تغلب على لو ستريس وعرف ينظم وقته، وكاين اللي حاولوا لكن الوقت غلبهم. كلهم بذلوا كل مجهوداتهم. بسم الله. باتيسيي باتيسيير، قعدوا لكم زوج دقايق ولازم يكون كلش محطوط. مشكيتش هاي حكيني الوقت يا زوج دقايق. دقائق قليلة ما زالت ولي باتيسيي راهم مع اللمسات الأخيرة باش يقدموا الحلوة تاعهم. باتيسيي باتيسيير، قعدت لكم دقيقة، يلا. قعدت لكم نص دقيقة. عشرة، تسعة، ثمانية، سبعة، ستة، خمسة، أربعة، ثلاثة، زوج، واحد. فرفرو فرفرو، هيا فرفرو، يعطيكم الصحة فرفرو. La première épreuve, c'est le gâteau le plus horrible que j'ai... Enfin, d'ailleurs, j'ai jamais vu un gâteau aussi horrible. Non, moi, je suis la top du jury, mais au moins, j'espère ne pas être flop, c'est tout. بعد ما تجاوزوا متنافسين التحدي الأول لشيف مهدي، جاء الوقت للجنة التحكيم باش تذوق. Gâteau ديالك راهو سامب، ياك؟ N'est pas trop chargé بزاف، يعني فوق اللازم، أبار هاد اللي زادهم الفوق. اسبيرون ما دابينا اللوغو يكون ماخر ان شاء الله. ان شاء الله. انا الفيزيوال عجبني باسكو سي ايتيان يحكم. اوكي. طلبت لك تخدم التينه وانت خدمت التينه. لو بتي ديتاي اللي خاصو تخدم به شويه سي البيسكوي تاعك. ان شاء الله. رؤوف يعطيك الصحه. الله يسلمك. اسمع، درتي لنا موس شوكولا مالا؟ على غوزمو. وصرا له الكاطو تاعك اسمع؟ بون اون ابيل سا ديزاستر، با كاطو. الفيزيوال يهضر وحده. الفيزيوال يهضر، مالوغوزمو. بغيتي تعرفي؟ سي اكسيلون. اوه. برافو. لوكو تاعها سي فغيمون بون. برافو. برافو. ميرسي. C'était pas évident les dernières minutes. Abel qui m'a stressé les dernières minutes. Inch'Allah, le goût est qu'on... Inch'Allah. Donc, on doit goût. Le goût à l'orange, c'était juste le petit morceau qu'il y avait au milieu. Ouais. Quand on est là... Plus d'orange. Plus d'orange, et là, je reste un peu sur ma faim. D'accord. Rien. Chraki. Je suis très honorée de vous voir. Voilà. Ça va bien se passer. Défi le web. Je suis juste émue, hein. C'est tout. On va goûter. Donc on se fout. D'accord. La texture, ماشي هي. بصح لو goût تاع التينه قوي بزاف. C'est très très bien. D'accord. كان ان équilibre entre هاد لا موس ولا وتشينا كان انا كيدير. ميرسي. نورمال. يعطيكم الصحة. يسلمك. ناديكو شوية برك، مي إن شاء الله يكون لوغو حاضر. إن شاء الله. إن شاء الله يا ربي. لا ميغتيم تاعك سي غيوسي. ليكيليب بين الشوكولا والأورانج تاعك مليحة. الخدمة تاع التينا جبتها مليحة، إي بصح غيست كو لو فيزيوال أغو ترافاي. داكو. كريمة واش راكي؟ صافا الحمد لله. هيا دوكا ندوكوها.
قلت لك اخذ مي لورانج، راني نحس لورانج بزاف، سي تري بيان، لا تيكستور عجبتني، لو غو تاع لانسير اي فريمون بون، جيم بيان الكاتو، عجبني بزاف. هذيك المروريه مع هذيك الحلاوه جات متوازنه، حسي بالاورانج هذاك بالبتينه ديالك. عصير عصير طبيعي، قول عليه عصير طبيعي. شكرا. كادير واش راك؟ صافا الحمد لله. السلامة كادير صافا؟ الله يسلمك. هبط ستريس؟ شوية. لا صافا دروك. أنا جي با تخويمي الفيزيال، ما عجبنيش بزاف بزاف الفيزيال. بسكويك هاو هكذا مفتت و ما كاش حاجة تبين بلي كاينة تشينا هكذا من الفوق يعني. الفيزيال ماما ماهيش تبان بلي تشينا. إن شاء الله الكو يكون مليح، إن شاء الله الدوق يكون شباب، إن شاء الله يا ربي. بان دي بيس تغلب على لي قول اخرين، بصح الكرامبل تاعك مليح، و الى نوليو في السوجي كيما قلت لك لورانج ما نحسوهاش بزاف. عجبتني لا طخ تاعك، كاين غير لي ديفو شويه هنا سون فونساج تاعك، اي بصح الفيزوال ان جينيرال عجبني، راه كيف التام. يلا نذوقو. بسم الله بسم الله. لو كو تاع تشينا تخي زيكيبغي جا بنين، ماشي حلوه بزاف اكزاكتومون، اه حموضيه لا ميرسوم تخي بيان اكزيكوتي. ميرسي. وعندنا لو بتي كو تاع لا نوازيت خفيف بارفي ان بوش. ميرسي، صافي بليزير. ميرسي. اون بروميير ايبروف تخي بيان. لطفي واش راك؟ ما رانيش مليح. علاش؟ ماشي مليح باسكو واش خدمت ماهوش عجبني. يا درايا من دارا. يلا هلا. انا حاسه القرفه غالبه شويه، راني شويه شويه راني نحس تشينا شويه لا كانيل، راني بيني وبين بصح راني نحسها شويه. اوكي قولي لي هذا صالي ولا سيكري؟ Le thème de l'orange est respecté. L'équilibre entre chocolat et tchina. Très bien. L'orange confite. Très bien cuite. طيبة مليح. كيما نقولوا حنا المكونات كامل متوازنة. Le thème est respecté. بعد ما لجنة التحكيم داقت لازم عليها تميز وتحكم شكون التوب والفلوب. اللجنة المتكونة من شيف مهدي ولا لوزا داقت ميزت وحكمت. على بالكم في هذا التحدي كاين زوج توب يعني المخيرين وزوج فلوب يعني ما تفوقوش في هذا التحدي. واللجنة قررت من بين هاد زوج توب، الطوب الأولاني سلمى. ميرسي. الطوب الثاني كريمة. شاف مهدي سلمى القطو تاعك كان شباب، كان بنين، برافو بور الديفي الاول. ميرسي ميرسي. كريمه القطو تاعك كان بنين بزاف. ميرسي. صح بالك الفيزيوال. برافو انكور. ميرسي كوريجي الفيزيوال، ميرسي بوكو يعيشكم. ويا للاسف كاين زوج فلوب. الفلوب الاولاني قادر. الفلوب الثاني مهدي. شاف مهدي كادير مالوغزمون القاطو تاعك راك على بالك الفيزيوال ما كانش هنا الا كو ثاني. مهدي كيف كيف كيما قادر ما حسيتش تشينا بزاف. يعطيكم الصحة، معليش زوج فلوب، مازال لا باتيسي القدام والخيل قدام. غدوة راح نتلاقاو مع تحدي واحد آخر، تحدي تقنيات
فن الحلواجيات مع اللالوزا وهي تاني أحط عصركم كيتشينا. الله يعطيكم الصحة، بقوا على خير. لا شي باب صح يا درا يا درا يا درا يا درا زاد دخلنا لوزا. في هذا التحدي التقني في فن الحلواجيات للموسم الأول، لالوزا خيرت سلة تاع الفواكه. لازم لي باتيسيي يكونوا قراو مليح لا روسيت وفهموا الالغاز اللي فيها. هادي لا فيرجينيك. اليوم راني نحس روحي بين ستريس وبين الكالم، باسكو البارح سيتي اون تري بون جورني، مي ماشي جورنيا كيما كنت حابها فريمون 100%. تفهمنا بات فيتي، ان بانيي. بات فيتي، بانيي. بات فيتي، دو سيريز. مشمش وهذا شوفي لا كولور تاعو معرفه. على بالي كرموس. كرموس كرموس. صباحكم وربحكم. صباح الخير يا خير، راكم بخير، راكم منورين الله يبارك. وشي ما عصروكمش البارح. ما بيد طيبوا لنا الحلوى تاع اليوم تاع التحدي، تحدي فن تقنية الحلواجيات. لالوزا ماذا بك مع الشيف مهدي تدي ضرب تحويسة في حديقة الحمى. باش ما ننساش واش نقول لهم، ردوا بالكم عينكم هي ميزانكم. يعطيكم الصحة. بون كوراج. واش تقولوا؟ كريمة جاب ربي شميتي الكيفية ولا ما شميت؟ شميت شوية كي شفت هذوك القصب هكذا تاع الآخر وشميت شوية. في رأيك واش شنو هي؟ كي شفت هذا القصب صافي سوغيز. واش تقول مهدي؟ جاب ربي شميتها واقيلا. أنا شفت باللي راح تكون بوت فيتي، راح يكونوا دي فروي، شفنا لي كولور إتسيتيرا. أنا سا سخا أون بروميير بور موا، مي إن شاء الله خير. جاب ربي انتوما فور بزاف، راني نشوف بلا ما نسقسيكم. هي الفاكهه لالوزا اي حبه توجدوا لها فاكهه تقليديه اصليه. الله الله اللي تعمر العين وتفرح. سمعوني مليح، اقراو لا روسيت، راني نعاود، اقراو لا روسيت بالطبع والشان باش هي تفرح بكم. عندكم زوج سوايع باش تحمروا وجوهكم، والتذوق راح يكون بالتخبية. 1 2 3 باتي سينما. هيا بسم الله. اونجو بون كوراج لي جان. بسم الله بسم الله. حكمنا سي زمان بلسان فصيح وميزان في واحد المدينة البعيدة على العيان. عاش نتبدل الغول ونغولة المعروفة بلونجة لت الجبال. حكيتها مع مقيدش الغدار اللي نشفي عليه مقيدش هذا اللي حفظها من الدار، وباش يطلقها شرط سلة فاكية. وباش تبداو تجيبوا جفنة حطوا فيها 4 بيضات وزيدوا عليهم سكر عينكم ميزانكم. قرصة ملح وفانيليا وفارينة، حطوا في سنيوة ودخلوا الكوشة حتى يطيب. ها؟ وش يطيب هذا؟ لتحضير كريمة الزبدة في الخلاط حطوا سكر غلاس، زيدوا المارغارين شوية فاني باش يتبدل لونه، ارموا عليه الكاكاو. ما تنساوش عينكم ميزانكم. ميرسي يا لوزا. ميرسي لوزا. خلصت اوكي. التحدي هذا تاع اليوم اني ما سبيغ با باسكو ماشي نخدم هذا الصوالح، جي با لابيتيد نخدم هذا الصوالح، دونك الانسبيراسيون مي نورمالمون كتب على ريسيت باسكو قالت لنا قراو لا ريسيت مليح تعرفوا، دونك نورمالمون كي قريت لا ريسيت نورمالمون على بالي واش ندير واش مانيش رايح ندير. أمين 28 سنة أرشيتكت من ولاية البليدة سيليباتير. بديت لافاتيسري من البكري، هذيك هي كانت البداية، وتعلمت وحدي وكلش وحدي.
عندي خويا صغير دانييل عنده 11 اون صافي نقريه نروح نجيبو من ليكول نلعب معاه نزعق معاه سمك شغل وليدي ولا صاحبي لي فيبلس اللي يقدروا يديروا لي عراقيل في البير باتيسي هو الوقت صافي هذاك هو لو طون تاع لو فاكتور تاع الوقت هو اللي راني خايف منه بوكو بليس واللي فيها خير ان شاء الله هذيك هي الحمد لله يا رب اليوم لاله لوزه ما تهلاش كاع فينا راهي حاقرتنا هذا لا ريسيت سورتو اللي ما يعرفوش تراديسيونيل كاع كيما هنايا اني خايفه من لو ريست لي فروي وسلا و هاي تلفت لي تحت مي فوالا نروحو مرحله مرحله لطفي نقدر نجي نهضر معاك مرحبا باسكو راك راني نشوفك شغل راك مشد في وجهك لطفي انا كي نكونسونطري هكذايا داري تخدم الحلوى هكذايا ولا جامي ما خدمتها الحلويات التقليديه جامي خدمتها من با بطابع ما بون نطبع ماشي ما نطبع بس ما نخلطش وطيب لي مهدي دقيقه واش كاين روح روح مازال ما طابش باش ما تقولش صابوطيت جيت وخدتك ايه موالف تطبع هكذايا بصح باش تعجن ولا ديرها ولا وين مال الله يسهل امين امين اطلق روحك شويه اطلق هذا وين شفنا شويه سنيناتك لي باتيسي راهم في حصله كبيره راح ينجحوا في الوصفة بلا مقادير؟ لا لوزان سات نصف المقادير؟ لا لا كما تقول مقولة شهيرة عينكم ميزانكم وفي التحدي التقني اللي ما يعرفش يقيس بعينه لا لوزان ما راش تخيره جو سي با كومون فا فيغ مانيش فاهمة نبدا بلي فخوي ومن بعد نشوف لحد ساعة اللي فاهمة نص على غوسات جو في افونسي ونشوف وين داين الوقت لا لوزا دوموندات حوايج نعرفوهم ولكن ما حطتش لي ميزور اكزاكت كاين حوايج ما على باليش واش يصلحوا هنايا لاله لوزا دارت لنا نخدموا سله تاع الفاكهه سله بالافاسيتي ونخدموا بال لي فروي تاع دامون شويه صعبت علينا الحاله واش بيك واش بيك واش بيك واش بيك راحت لك هذيك الخلعه واش بيك بديتي هكذا اه ما بديتيش بيان اليوم واش بيك لا لا والغير شويه الخلعه شويه آه. خلعتنا اللوزه وعلاش الفاكهه خلعاتك نو ماشي الفاكهه كاين بلوزيغ زيتاب ما بداتلناش المقادير اكزاكتومون وانا ما عملتش مع الفرع عينك هي ميزانك كيلا بكيلا هذيك اللي واعره نورمالمون صافا راني في الوقت بوغ لانستون. هاي الله يسهل. هاي الله يسهل. تقدري طرطرابي اليوم شويه. ان شاء الله. باذن الله. هاي الله يسهل. يعطيك الصحة مهدي. بونكور. الوغ مهدي، على بالك واش وجدت اليوم؟ على باليش. مع فن التقنيات الحلواجيات راني اليوم قررت في التحدي ديالي ندير لهم الفاكهة. الله الله. اللي معروفة عندنا هنا بزاف الدزاير. صافي نوري لك واش درت يلا واو مهدي الله يبارك هذه صح هذه صح وي والله ما شاء الله اي سلمك على بالك منين جات هذه الفاكهه لا دوك نحكي لك وليدي انت تحب الحكايات باينه اه تخيب على بالك زمان كان في دار السلطان كان السلطان يحب الفاكهه على طول العام ايوا لازم كل ما ينوض يلقى الفاكهه فوق الطاوله ديالو كم حنايا كل موسم كل فاكهه عندها موسم ديالها رغم يكونوش حاضرين في كل موسم زعما تجينا في الشتاء عندنا كل حاجه في السيزون انا غواش خمولي يطيبوا له بيان سور ما خمولو باش يخدموا الفاكهه بلا بات داموند العجينه اللوز ايوه خدموا الفاكهه من كل نوع يحطوها هو ماشي لازم ياكلها والمهم يشوفها على طول العام صافي خمو بيناتهم قالوا قالوا بلي لازم حنا نخدموا الفاكهه تاع كامل المواسم ونحطها له فوق الطاوله ديالو ويشوفها يالو كان ما ياكلهاش هكذا لو حنا خممنا درنا السله هذه ودرنا الفاكهه هذه باش نعمروا له عينه لهذا السلطان والله غرجه ما شاء الله ياك جادوه اه يا تخيبي ندوقك يلا هيا اوكي بسم الله سنظر في الدنتا خير انا اللي نعم هيا اوكي انا بغيت الكرموس ايه تحب الكرموس يا وليدي اه وي روح تكون صح شفت كيفاش طايب الله يبارك يبارك فيك يسلمك تحلت فاصل
واو شفت نقول لك واش فيها مهدي؟ قولي لي. هي هاد الفاكهه مختومه بلا باداموند، ياكل اللوز والسكر ونطموها وكامل، ولا فارس لاباس تحاس الى جينواز. لا جينواز تميتها بلا كامبور، درنا اللوز محمص وملح خشين، درنا الجوز وطميناها بيان سور بلا كامبور، وفاصونينا كامل الحبات تاعنا. تشوف عندنا القارص، عندنا اللنجاز، لافخيز، الخور، مازال عندنا بزاف لي فخوي في بلادنا. خليني ناكلها. كول يا وليدي كول بصحتك. تقول لك تاكل حباب رصيص تحس. بصحتك. نقوم نشوفها كل يوم، رغم ما نقدرش ناكل بزاف الفاكهه. عجباتك؟ بنينه بزاف. راك حاس بلي قلت تاعها؟ ما نحكيلكش. بركه. واش راك تستناي من لي باتيسي اليوم؟ انا اللي حابه يقراو مليح لا غوسيت ويخرجوها لي كيما راهي، لازم عينهم ميزان. صاري تري ديفيسيل. يمكن يفطنوا ويفيقوا بلي السله مخدومه افيك اون اوتر بات، بعجينه واحده اخرى. ان شاء الله. ان شاء الله يا رب. أنا دوكا فهميني كيفاش خدمتي هذه السلة؟ هذه السلة خدمتها بالعجينة تاع الجزائرية، عجينة عادية، خدمتها حليت درت لو فون ودرت طفرتها. راك تشوف هذا اللي راهو ساير داير واليد تاعها مطفورين. عجبتك مهدي؟ بزاف. هيا بصحتك وليدي. خلاص دوك نديها معايا. نديها وكلها بصحتك. دروك جاي امتي سوسي، انا بديت بلا جينواز الوغ كو هي بدات بلا كريم او بور، ما على باليش اسكو جو دوا سويفغ لا غوسيت كيما راهي بلي زيتاب تاعها. فريمون صعيبة، فريمون باسكو لي فروي سي حاجة صعيبة. واش نقول لك واش نخليك؟ ما نهدرش على الكراماج، ما نهدرش على لي زينيكم وعلى الوغ لا سلا بلا بات فايتي ما رحمتناش. راح تكون شويه صعيبه ولكن ندير الماكسيموم ان شاء الله باش نخرجوا لو ميور ريزولتا بوسيبل. لا جيستيون دو طون امبارح ضيعتني في البرومي غاتو. Il n'a pas tenu au froid, donc je dois rattraper ça. Pâtissier, pâtissière, قعدتلكم ساعة باش تخدموا لنا هاد السلة. في هاد التحدي راني نحس روحي آلاز. إن شاء الله نكون عند الحسن الظن. أنا في طريق صحيح لطبلية زرقاء بإذن الله. أي تلفت لي. راهي تلفت لي باسكو جي با ركونو لا بات. شوية مارغارين دوك شوية برك. سي بون شوية سي با ان تروك امبوغتون خلاص أيا. إن شاء الله راح نلعب الفيزيوال ليو ولقو أو ميم طون دوك أني ريسبكتي. أنا سييت نقص الحلو، قلت بالك هذه هي لاستيس اللي نكون ديفيرون بها على ليزر. مهدي 33 سنة، برودكت مانجر ومتزوج وقبل طفلة اللي عندها 4 سنوات. ما باتيسري بديتها بالك يا 4-5 عام من هذا من دركا. لا باتيسري سي اون باسيون لي كي مو كالم تكالميني. جو فري الماكسيموم وان شاء الله ننجح في هذه ليميسيون نروح لو ماكسيموم. لا فينال سي لوبجيكتيف ان شاء الله. باتيسيير باتيسيير نص ساعة وحبة فاكية. ما نعرفش التراديسيونيل. بقات لي 30 دقيقة وعاد راني نخدم في السلة وما على باليش إذا غادي نلحق ولا والو. قعد لكم ربع ساعة. بيزار بات بيزار بيزار بصح.
درت لاباس تاعي اللي هي السلة هذيك. إن شاء الله خير. علاش نقسم المسطره بالمسطره جينا على خمسة؟ انا القوه تاعي هي لا ديكو ومون نلعب على لو فيزوال. كاينه حاجه تحرق لي زامي. راني ندير لها بات داموند منا باش تحكم روحها شويه. باتيسيير خمس دقايق. دوكا راني في لي داني ديتاي. سي ان غيف والله. بقات لي خمس دقايق وراني نعاود في هذه الضفيره وما على باليش حسكو غادي نلحق مع الوقت ولا ما نلحقش. لا لوزا كي غير كي تشوف لي فروي تاعي راح تنخلع. اي قعدت لكم نص دقيقه. سي بون. 10 9 8 7 6 5 4 3 زوج واحد فلفلو. يلا يلا يعطيكم الصحة. قولوا ماما اني فرحانة بلا بارتي اون سول بارتي من لي بروف تكنيك تاع لوزا سي لي فروي. راني تكالميت الحمد لله وان شاء الله تعجب لك التحكي. انا اني فرحان بيه باسكو لا بروميير فوا نتوشي ان كادو تراديسيونيل ويخرج لي هكذايا. أو الحق وقت الصح. اللجنة راهي جاية باش تدوق بتخبية هذا السلل. الشيف مهدي ولا لوزة؟ تفضلوا. لا لوزة جاية تجري. تفضلوا. عالسلامة. سلم. صباح. يا درا هذا السلل. يا اللي مزوق من برا. وش حالك من داخل؟ ايوي تفضلوا. يزيد فضلك. نبداو منا. تعرف هاد السله تقولي داروا لها خميره تاع الخبز راهي تنفخت فوق اللازم ولاباس تاعها راهي ما كانش باس ما كانش القاعده تاعها ما كانش ولي فخوي طيبين بزاف طيبين بزاف ولي كولور لي كولور تخو فرونسي مي يقعد الدوق ان شاء الله يكون بنين. هنا لاباط راهي شغل تتلاصق شغل تتلاصق شويه لافارس شحيتو شويه في لافارس. ترو سكري حلو لا كريم او بور كانت بزياده. انا نحسها ثقيله بزاف. لا لوزا. نعم. هذه سله ولا ماشي سله؟ نص سلة نص سلة نص سلة ولا شوية سلة. تفضلي كملي. سلة راهي خالص ماشي طيبة دياتها طايحين ماشي محكومين ولي كولورون كيف كيف تخو كولوري بزاف الألوان بزاف حمقة. نذوقو. إيه بيان سور. لسقت شفت لا كولور مهدي شو الكولورون كيفاش تلق تلمون فرونسي بسم الله. الحلاوه ناقصه شويه بارابور شويه ماشي حاجه. لا لوزا. نعم. سله ولا ماشي سله؟ شويه. السله الثالثه يتحاسبكم. السلة صافا شوية. لي دار ولا دارت هاد السلة لي فخوي راهم
فلاكولوغ راهي ناقصة. لانجاز تشبه اللانجاز صعبة تشبه اللانجاز. أنا عجبتني لكويسون تاع السلة طيبة. بسم الله ندوقو. نحسوا بالذوق تاع الزبدة بزيادة. كي قلت لكم عينكم ميزانكم سيغتو في الحلاوة فهمتوا؟ لا لوزة نعم هذه سلة ولا سليلة؟ سليلة 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 يا سليلة. واش رايك في هذه؟ يقعد كيف كيف الكولورون الكولورون الكولورون. واش نقول لكم فريمون تبحرتوا معاه. لانجاس زرقاء جامي شفتها خاسرة. اسمها بدات تغمل زرقاء بازي. هذه ناشفة بالك حبي يديرها كيما تاع البلارة بالك واحد يدير هكذا ياك. بسم الله هذه ولا هذا ميزان تاع عيني. هذه هي عينكم ميزانكم ياك. التكستور تاعها مليحه اي راني حسيت لي مورسو تاع اللوز ولا تاع النوازيت. لا لا تفضلوا سله حقها سله ولا ماشي سله صعبه 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 هيا. بسم الله مازلت السله الخامسه تفضلوا. هذه ما عرفتها سله ولا يا ترى واش نقول عليها ولا طنجره. خفيفه خفيفه طريه طريه. بسم الله شوفوا دو بريفيرونس نهار اللي تخدموا لي فخوي ما تكولوريوش كامل لابات ياك تحت كولور كولورون فريمون بزياده على لو فخوي. لا لوزه شيف مهدي سله ولا ماشي سله؟ شويه شويه سلة بيديدة بيديدة تبارك سلة بيديدة أيها تفضلوا يزيد فضلك. هلا وش رأيك في هذه؟ السلة هذه تاني شوية شوية علي كولوران كيف كيف كترتو. هيا نذوقوا نذوق يلا. تحت الزبدة بزاف 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 بزاف. سلة ولا ماشي سلة؟ لا لوزة صافا شوية. سلة صافا شوية 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 هاي شوية شوية. تفضلوا السلة الجاية. هاد السلة تشبه للسلة هاد السلة تشبه للسلة مطفورة شابة مي لي فخوي هذا ما فهمتوش ما عرفتوش. الليمون الليمون تشينا شابة تشينا مليحه نقولوا اون اورانج سانغين. فوالا فوالا تشينا مليحه مي بصح حنا ما ديمونديناش تشينا. ميم بروبليم كولورون كولورون كولورون. واش رايك في الداخل لا تكستور شاده روحها على فارس شاده روحها على فارس. اون سون بيان لي زاروم وي. لا لوزة سلة ولا ماشي سلة؟ صعبة تشبه للسلة تشبه للسلة تشبه للسلة هاي تفضلوا صعبة يحاسبوكم. عجبتني لكولوغ تاعها وي طيبة شوية بزيادة مي طيبة مليح طيبة مليح. ميم لي فخوي يشبهوا لي فخوي. صح كان وريقات في الطرف تاع السلة الله الله القارس القارس صافا تقول خرج من الجنينه. كان لانجاسه وهذه عرفت لاستيس اللي نديروها فوق الخوخه ولا هذا ولا هذا عرف لاستيس اللي نديروها فوق الخوخه. انا لا فورم دي فري عجبتني رانا نشوفوا لا تكنيك في هذا الفاصوناج. هنا كاينه بخصيصه لا كولور هربه شويه مي هاد لا غوت لازم تحبط ياك كما قلنا اللي تخرج من الشجره تاع البخسيس هاد لا قلت لازم تكون كاينه في البخسيس. لا كولور كانت غير على برا ما كانتش من الداخل حاجه مليحه وتبان صح بخسيسه لداخله. سي با تري سكري با دي تو ماشي غالب الزبده عليها يعطيه ولا يعطيها الصحه هايله. لا ديكوب اي لا تيكستور
تخي بيان اكزيكوتي مانيفيك. مالا السلة على قنيها لالوزة شاف مهدي على قنيها على قنيها على قنيها هم قاعدوا سو تسلل زيدوا سليلة. هاد السلة طيبة راكدة صح هي راكدة على الماش باسكو اليد كان لازم طيب داخل الساق اللي طيبتوا فيه لو باني ديالكم القفيفة ديالكم السلة ديالكم نيفخ بيني نشوف كومام ناقصة شوية في الكولورون ولا نجاس تقول تاع الصح وي نذوقوا ايه بيان سور باكل كالعادة يلا لا بات راهي شوية طرية لا فخس تانيت طرية بزيادة يقعد الدق بسم الله نحسو بالبسكوي هذاك اللي درتوه نحسو به كامابير شوية ماشي زايد بزيادة فوق اللازم لا لوزة شاف مهدي سلة ولا ماشي سلة 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 صعبة نعم. والله غير تختموها باللو... بالسلة الأخرى نختموها ونحضروك معانا إن شاء الله. السلة ناقصة طياب مي بصحك ما روح شادة روحها بيا مدفورة هي ما دارتش ولا هو ما دارش الخوخ تاعنا القديم مي دار شبلات فوالا تخي بيا لي كولور تاني ماشي تخو فونسي لنجاس شباب يعطيك ولا يعطيه الصحة انا لانجاس عجبتني بزاف حتى لو ديفو تاعها يلا تري تري بيان ريفليشي خممتو مليح ذوقو ذوقو يلا لا تيكستور هي تبان مليحه لا فارس شد روحها ماشي متلوقه بزاف ولا بات كيف كيف راهي شد روحها يقعد القو سي با ترو سوكري وي وي ماشي حلوه بزاف ولي زاروم تاع لا فارس باينين حاضرين لا لوزا نعم سله ولا ماشي سله 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 شبعت وفاكهه سكت برك مليون من كله من كله الله يبارك لا لوزا وشاف مهدي راح يرتبوا هاد السلل من المليحه للمخيره تفضلوا يزيد فضلك شكون هي السله اللي راي في المرتبة عشرة المرتبة على عشرة يا دار شكون دار هاد؟ أنا درتها علاش نخلفوها المرة الجاية إن شاء الله السلة رقم 9 شكون يديرها؟ أنا درتها رؤوف نبغوش نفضو زي الزبدة مليح إن شاء الله وش هي السلة رقم 8 ديالك سيمو قاعدة كانت هربة شوية هربة بزاف والكولورون نون بارلون با لطفي جا في المرتبة السابعة من بعده سلمى والمرتبة الخامسة كانت من نصيب مهدي تالي هريم في المرتبة الرابعة شكون اللي يخدم السلة الثالثة كون دار هذا السلة سي مو ام قعدوا زوج السلل اسماء وقادر قادر واسماء اسماء وقادر قادر كان فلوب البارح يا درا يا منظره شكون راح يكون احسن سله في فن تقنيات الحلواجيات تحت هذه الخيمة تحت هذا النهار لا لوزا يا أسماء يا قادر يا أسماء يا قادر هادي برافو أسماء مبروك عليك مبروك عليكم يعطيك الصحة وقادر كاع نعطيك والقادر راك في المرتبة الثانية من الفلوب للطوب تخي بيان يعطيكم الصحة شو تخي غافي شو تخي كونتونت مثل الروندو تاعي تاع اليوم J'ai essayé de rattraper maximum parce que bah, j'ai failli avoir le flop. D'ailleurs, c'était du flop pour moi. Mais aujourd'hui, alhamdoulillah, ça va. Donc, on va dire là, il y a des choses de deux coups sur le diable. Yallah, 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 yallah.
صحتك. مع لي زيو بلو تاعك جدايم. أسورتي. بسم الله. أه وي. أيا بون كوراج. بون كوراج. بون كوراج. بون كوراج. اليوم تحدي الابداع راني حابه نوري قدراتي وباذن الله جوي مي راتخابي على الفلوب تاع البارح ان شاء الله جوي اتخطب كيما درتها الضربه الاولانيه اليوم تحدي الابداع باغي نوري لي شاف الابداع تاعي في الكيك اللي غادي يطلبوه منا ان شاء الله توصل ليهم الفكره تاعي كيما راني بغيت نوصل باتيسيير باتيسيير صباح الخير عليكم صباح الخير صباحكم وربحكم أمية تمية تفاكية في مراحكم أكم خير؟ الحمد لله صباح. اليوم نكملوا تحويستنا في بلادنا فاكية مزربة نتاع بلادنا أنا حابين نتعرفوا بكم بمناطقكم عاداتكم تقاليدكم والحوايج اللي غاليين عليكم هذا كلش بباتيسري مبنية على الفاكهة أنا حابين تديروا لنا حلوة تعريف شخصية ولا لا لا شيف مهدي اكزاكتومون في هذه الابخاف كرياتيف أنا نستنى منكم نشوف لا بيرسوناليتي تاعكم هذه فرصة جديدة عليا باش نتعرف مليح عليكم راني نستنى منكم دي غاتو فيك بوكو دوريجيناليتي بصح بالكو صح ماشي غير في الشباح صح كاع في البنة كما ما يخفالكمش بلادنا غنية بكل أنواع الفواكه أنا حبيتكم تبهروني وتبدعوا في صناعة هذه الفواكه كما راني حابة نشوف شخصية كل واحد فيكم في صناعة الحلوة ديالو والقطو ديالو رانا وصلنا لتحدي الإبداع وبمناسبة وصول هاد المسابقة العالمية في بلادنا عندنا هدية لكم هاد الهدية قطعة البحر غير على جالكم يا سيدي معروفة بحبها للفواكه ولاباتيسري ومعروفة كذلك بشوية قباحتها ما كاش اللي ما خلاتوش يرعش نطلب منكم تصفقوا على أسطورة لو ميور باتيسيير أم ميركوت Salam alaikum, je suis très contente de revenir à Alger et d'être avec vous sous cette magnifique tente du meilleur pâtissier Algérie. Alors il paraît qu'aujourd'hui le thème c'est les fruits. Bah, ça tombe bien parce que moi j'adore les fruits et il paraît qu'ici en Algérie vous avez des fruits qui sont magnifiques. Les meilleurs. Alors j'attends que vous me montriez au travers de vos gâteaux tous les fruits que vous préférez et ceux qui vous représentent le mieux. Donnez le meilleur de vous-même surtout, c'est surtout ça. Et pas trop sucré. Yatek Saha, Merkot, merci Merkot. Pâtissier, pâtissière. Rakoum Wajdin. Andkoum Tilt Swaya. One, two, three. باتيسيري واو اليوم راح ندير ورده من وردات تاع البليده باش نعرف لكم على المنطقه تاعي اللي نسكن فيها وفي لي سافور راح نخدم بافارواز بلا فلور دورونجي يكون معاها كولي دو فريز لو كولي دو فريز راح نديرو بلا بيري دو فريز وندير ثاني دي فريز فريش ثاني كنديرو داخل معاهم لطفي 39 سنه تاجر ومتزوج لا باتيسري من صغري نحب ناكلها ومن بعد لي زيميسيون تيلي اللي كنت نشوفهم خلاتني نحب نخدمها وفي ريا ميوزير بشويه بشويه راني نطور في روحي اشاك فوا دائما عندي حاجه جديده ودائما نخدم لا باتيسري هوايه ان باستون هذيك اللي خليني تروح كاع ستريس تاع الخدمه تاع سمانه كومبلي روحني المشاركه تاعي حبيت نعرف النيفو تاعي اسكو صح شوي كابابل لا 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 وعلى بالي حال نزيد نتعلم ثاني كي نشارك في هذه المسابقه تفكرت لا فيي فيل تاعنا تاع نابا بس حنا كيما في الجي كاين القصبه حنا عندنا المدينه العتيقه على بلاص دارم فيها لي فيي ميزون تاع بكري
فيهم الزليج ومام طون يفكروني في الزليج يفكرني بالانفونس تاعي دونك دار جدي تو و بور لي بارفان دونك خيرت لا فريس باسكو سي مون فري بريفيري وزدت معاه الكيوي باسكو سا مارش تري بيان. ميركوت راهي بالمرصاد وراهي دور من باتيسي الآخر وما راهي ناوية تخلي حتى حاجة تفوتها. كي شفت ميركوت جات سي جي لو تراك انتي با ما نقدرش عليك مي صافي بليزير. ماذا بينا تدي اون فكرة ملاحة على لي باتيسي الجيريان وزاد شوية لا بريسيون باسكو هي راح تدوق لي الكاطو تاعي جيسبيغ يعجبها. اليوم ولأول مرة في هذا الموسم لو ميور باتيسي الجزائري منحلت علينا ضيفة اللي عندها وزن ثقيل في مجال الباتيسري مي سورتو دون لو دومين دو لا كريتيك. نعرفوها باللي حاجة ما تغيب عليها وحاسة الذوق عندها متطورة بزاف. من بكري جادوغ لي فوي جادوغ لو جاردان جادوغ لا ناتور اي تو. راح جدي الله يرحمه سيدي احنا نقولوا له سيدي وراح له جاردان الحوايج نقصوا نحب نعاود اوماج صديق اوماج ا مون غران بير الله يرحمه. Qu'est-ce que tu as mis en avant comme fruit? Je vais te préparer quelque chose avec tous les fruits du jardin. Tu mélanges tous les fruits? Tous les fruits du jardin. Alors qu'est-ce qu'il y a dans ton jardin? C'est ça l'important. Là-bas, il y a de la fraise, il y a du citron, des petites Chewing. Chewing. C'est quoi ça? Oui. Les petites orangettes. Ah oui, ouais. Toutes petites. Voilà. Ah oui. Alors, donc, à Kahadiri, gagne le fakia. Ça sera vraiment le jardin. D'accord. Ok. Il n'y a que trois fruits dans ton jardin? Non. Il y en a plusieurs. Mais là, tu m'en as dit trois. Pour les couches bavaroises, je vais mettre le citron, une couche bavaroise citron. Puis une petite séparation avec un coulis de fraises. Oui. Puis une bavaroise aux fraises avec des fruits surprises. Des morceaux de fruits surprises. Très bien. Et puis une gelée de fruits très gourmande. Vous validez? Ça va? J'attends de goûter. Ouais, moi, j'attends toujours de goûter. Je prends les idées, c'est très bien. Et après, je vais goûter. Mais ça m'a l'air C'est pas mal, c'est pas mal. Hein? Oui, oui, c'est pas mal, on va voir. Esma a choisi de mettre beaucoup de fruits, tous les fruits de son jardin. Alors, bon, l'idée demeurant, c'est pas désagréable, mais est-ce que trop de fruits ne tue pas le fruit? Heureusement que le rate plan de travail propre. Mercos se fait attention aux détails, même si Madgoulhomch. كيما اسما كل المتسابقين راهم يستناو في ميركوت تجوز عندهم وتذوق لي بريباراسيون تاعهم. بصح ما تنساوش لجنه التحكيم اللي هي تاني لازم تنبهر بالمجهودات تاع المتنافسين. حنحط لانسيغ تاعي في الكونجيلاتور دونك ديجا لو كولي برد شويه صافا حطيته الهدف تاعي هو لو طابلي بلو. اليوم في مطبخ سمية العجيب راح نواسيو ان شاء الله توفخيس. Alors, pour ça, il y a des blancs montés en neige, des jaunes montés au ruban, Agda, un ruban. تحدي الإبداع هذا هو آخر فرصة لي باش نطلع في الترتيب. حاس باللي المسؤولية زادت شوية عليا وغادي يكون قدها. رؤوف قرر يدير لنا في هذا التحدي سلة من الفواكه بطبقتين تاع لاجينواز، واحدة من تحت وحدة من فوق وبيناتهم طبقتين تاع لاكريم باتيسيير في وسطها طبقات على كريم على فريز. رؤوف واش راك؟ لاباس لاباس صافا الحمد لله الحمد لله. هذا الجون هذا الصفر هذا وشنو؟ هذا شونتي شونتي كولوري لونه اصفر. هذه لاشونتي وين رايح ديرها؟ نغلف بها. وهنا واش رايح دير؟ الشوكولا نوار ندخلها تبرد كشغل كيما هاك دويره ومن بعد كي نحها نديرها فوق كشغل فوق الضوء فوق لاطار نديرها من الصواقفه وتحتها نقدر نضوقها؟ شغل سلم مفتوحه نورمال باسكو مازال باقي فيها الابيض وكاين وين راه قاوي. لوزا الله يسلمك. شنو هو الوان تاعها؟ نوازيت. اللي في لاغوم نوازيت صح؟ وعلاش صفراء؟ في الاول بغيت نديرها بنيه يا قلت لها ما كلاه درت بدلت. في الكاتو تاع رؤوف خير لنا بانان لا نوازيت والسيترون، بصح انا كي ذقت لاكريم تاعو حسبتها سيترون وهي نوازيت. إلا با ريسبكتي اللون تاع لي برودوي، ماذا بيا في لا ديغوستاسيون
نحس ان اكيليبر بارفي. حسيتو من هذا الرجب اللي الصفر ما عجبوش مع النوازات، ثم غادي نزيد الاحمر والازرق باش تولي ليا بني. كل واحد من لي باتيسي راه يبدع في الحلوى ويسرح بالمخيلة تاعو وبمراجعو باش يقدم ان غاتو يمثل شخصيتو ومنطقتو. راني رايح نوجد لاباط لاباط صابلي اللي نخدم بها لابوات تاع التمر. هي يقولوا الناس بكري خدمها باليد خير، مي كيما دوكا كاين او كاين التاويل او كاين الماتيريال يتسمى في روبوس تربح الوقت وصبا اتر بلي فاسيل. بالنسبه لامين اختار يدير في هذا التحدي ان غاتو بالتمر موضوع فوق قاعده تاع لاباط صابلي وكرامبل من تحت باش يمثل الرمل. أما من الفوق دار له أن غلاساج أو شوكولا وحبيبات تمر للتزيين. أمين، alors tu viens d'où toi ? Je suis moi je suis de double nationalité biélorusse et algérien. Tu parles russe ? Je parle russe, ouais. Ah ouais ? Bah oui. Et tu habites en Algérie ? Oui, j'habite en Algérie, oui. Et où en Algérie ? À Blida. À Blida, ouais, ouais, je connais. Ouais. La ville des roses. La ville des roses. Ah, exactement. Qu'est-ce que tu vas mettre comme fruit ? Des dattes. Des dattes. Tu vois, je vois la couleur que c'est des dattes. Qu'est-ce que je suis ? Ouais. À des tomates. Oui, parce que j'adore les dates. Oui. Et en plus de ça, je vais faire un cake parce que comme c'est une émission de voyage. Mais ouais. Il n'a déjà même pas parlé en russe. Comment si on voulez. Dit les dates en russe? Finiki. Finiki. Finiki, oui. Finiki, c'est les dates. Okay. En russe. Alors, ouais. Bon, alors, donc tu nous fais un cake. Est-ce que tu sais quand même que c'est une épreuve créative? Donc il faut, en plus des parfums et des fruits que tu choisis, ouais. Tu ne choisis que les dates comme fruits? J'ai choisi que les dates, le fruit. La date en entier, l'huile. La poudre de date, le miel de date et le fruit de date. Tu la travailles sur plusieurs textures. Exactement. Donc ça, c'était un bon exactement. Point. Exactement. Et ça va être... Et je vais faire une boîte. D'accord. Avec de la pâte sablée. Et le sucre, j'ai changé le sucre et j'ai utilisé ça. OK. C'est donc c'est du sucre de date, ça? C'est du miel de date. Du miel de date? Oui. En plus de ça, c'est riche en antioxydants. Est-ce que je peux mettre mon petit en plus, c'est riche en antioxydants et plein de vitamines A et E. اي دوق هنايا تسمع درت لنا بواطه تاع التمر بالذوق انا عفوا روب هذا يا روب يعني اكزاكتلي تقاليد سي تري بون سي ناتورال سي ناتوري avec un process local وي وي alors je vais dire Amine j'aime beaucoup ton raisonnement j'aime beaucoup au début j'étais un peu sceptique je doutais un petit peu un peu sceptique c'est le mot mais maintenant que tu m'expliques tout ce que tu mets dedans et ben j'ai hâte de goûter vraiment Amine disons qu'il a beaucoup de créativité et que ça peut être très intéressant. C'est celui qui me donne le plus envie de goûter son gâteau. Elle m'a pas du tout stressé. Elle est très gentille. Elle m'a rassuré. Donc, à la belle, je n'y vais pas dire où je n'y vais pas. Là, le bec d'oiseau. Là, donc la moustache, la crème tarée, la crème de Zemdhal. نسي نربح الوقت طلعت لا غاناش تاعي طلعت سوبر بيان الحمد لله راني فرحانه راني خادم البسكوي خدمت لا كريم غاناج مونتي وخدمت لي مارمولاد تاع لي فيغ وتاع لا فريز راني مخليهم غير يبردوا مغامرة تاع لو ميور باتيسي الجزائري Je conseille gars les mamans algériens y participer. C'est quelque chose de magnifique. C'est un gâteau algérien. Mais je n'ai pas dépassé ma copie de l'Ahta Bouldan. Je l'ai fait blâme sa taille. Il me représente, moi. باش تبهر شيف مهدي ولا لوزا كريمة اختار تحضر لنا حلوة بالفاكية طبقتين من الفاكية ولي بودوار بيناتهم ان كريمو على فريز ولا كريم شانتيي من التحت اما من الفوق تشكيله من الفواكه بنان اناناس كيوي وفريز السلامه كريمه السلامه صباح مليحه اليوم خير من البارح الحمد لله رقدتي مليح ما رقدتش مليح البارح جي بلوري باسكو سيتي مون دومين لي فروي ما عرفتلهمش لحقنا لهنا ما عرفت لهم شو جابي لو تراك وجو سي با كوا تبغى تغطرابي اليوم ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يا ربي ان شاء الله واش راكي توجدي اليوم؟ راني نوجدي ان شارلوت على باز دو فروي كامل لي فروي واش من فروي؟ كاع تشينا تشوف تشينا تفاح بانان جي في كاع لي فروي سالاد دو فروي سالاد دو فروي اون كيك اون شارلوت درت اون باز فروي
فروي une base fruits من بعد مول لي فروي جي مي دي بودوار شمرتهم بلا صوص تاع الاخر تشينا والقارص كي نكمل كلش لو تو نسقيها كاع بعد كي تبرد شويه الاخر نسقيها ونغلق لا بواط ونحطها في الكونجيلاتور بعد نقلبوها تجي تشده روحها هكا تشوفيها بيان تشوفي كاع لي فروي كريمه راهي توجد غاتو سون كويسون قالت لنا سلطه دو فري انا ما عنديش بروبليم مع سلطه دو فري بصح لازم تكون بارفيت ça m'a fait plaisir vous êtes soulagé on était année qui كانوا معايا هنايا زادوا soulagé ما بقاش الوقت بزاف للمتسابقون ولازم يبداو في تشكيل الحلوى تاعهم كي يخلص لو كرونو واحد منهم ما راح يقدر يغير ولا يعدل اي حاجه هاني مع المونتاج دونك جبت لانسير تاعي من الكونجيلاتور دونك نحيه نحطه نزيد لاموس ونزيد لاكوش الاخرى تاع البسكويت و سي بون لو بوس تاعي حنخدمو بلا باتا سكر و نديكوريه بلا باتا سكر لا ديكوراسيون تاعي كامل حتكون اون باتا سكر ابار لي ترانسفير لي درت اون شوكولا بلون دروك جونتام لا ديرنيير كوش لا كوش التاليه تاع لي فروي لي باتيسيي راهم يتسارعوا باش يقدموا ان غاتو شباب وبنين اللي يمثلهم ويمثل شخصيتهم والمنطقه تاعهم راح ندير ان باتا سيجار راح نديرها في هذا الليمون باش يخرجوا سو فورم دو فلور لا باتا سيجار هذه سهله بزاف نسحقوا ان بور نوازيت مع شويه سكر كلاص بلون دوف ولا فارين و ان بيتي كولورون و سي بون باتيسيي باتيسيير قعدت لكم ربع ساعة لو ديمولاج هي اللحظة الحاسمة اللي طال انتظارها في هذيك دقيقة كل واحد راح يعرف إذا تعب ومد الثمرة تاعو ولا لا نحسب فيه بارد سوفيزامون زدت اون كوش تاع لا جولي حتى تحكم رابيدمون ما حكمتش يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي كون معايا يا ربي نو 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 با نو نو راني نجيري سي بون قال لي غير لو كلاصاج درت شوكولا زيت تاع التمر والتمر والتمر الداخل ما خرجش بارفي تكسر شويه باسكو من الداخل في النص مازال ما جمدش مليح انا اليوم انا اني اسمهم لا بروميير دو لا كلاس زعما هادوك اني غير نزيد في القارص باش نعجب لا ميغ كوت كريمه كوراج صح كاع في الكو صح كاع في الكو لا الكو سافا مي هبط كاع هكا طول لي جو مي سافا جو في ايسيي دو مغاترابي مانيش حابه نخرج اني حابه نكمل الكادو راه شايل على الشعره دونك قبل ما نديمولي راني نزيد له البرد لا بومبا كوا لو غاتو تاعي وبدا يبان ديبن وشنو لي ديكوراسيون تاعي 80% راهم واجدين دونك نورمالمون جو في جيري و لو غاتو تاعي يخرج كيما حبات ان شاء الله باتيسي باتيسيير يا وقعدوا خمس دقائق لو روندو اللي كنت نحوس عليه اون فيزويل سي بون جو لي يا ربي تشغلي يا ربي تشغلي زوج دقايق سي تو سكو جي دوني عشرة تسعة ثمانية سبعة ستة خمسة أربعة ثلاثة زوج واحد فرقه صافا راني فخور بالقاطو تاعي اللي درته اليوم وان شاء الله يعجب لي جوري ويعجب ميركونت
راني فرحانه بلو غاتو اللي خرجتو لو فيزوال اللي خرجتو اكزاكتومون كيما كنت حبات والحمد لله كي نشوفها جو فوا بيان بلي سي اون روب كابيل تمثلني والريبريزونت ما ريجيون. هيا نجوزو ندوقو هاد لي باتيسري المتحوفه بالفاكهه اللي قدموها لنا لي باتيسيي و لي باتيسيير. Je trouve qu'il y a beaucoup de fruits, c'est un petit peu brouillon sur le dessus, mais après c'est le goût qui compte, donc on va voir. Un chouïa fla déco, halbet chouïa. كما قلنا نقعد يقعد الذوق ان شاء الله يكون يغلب ان شاء الله. هيا نذوقوا. L'ananas, tu l'as un peu fait cuire ou pas ? Non, non, je ne l'ai pas fait cuire. Alors, c'est pour ça qu'il reste très, très ferme et difficile à couper. Voilà. Quand on s'en a mis quelque chose d'autre, mais le gâteau est très simple. Et la chose qui est la simplicité, Karima, quand même. ياك وما حبيتش حاجه فيها دوك لي كاكاوات اللي كانوا لداخل. كريمه كنت نستنى منك حاجه طوب كما قلتي لي ولقيت ان شغلات عاديه بس حاجه مليحه tu n'as pas abandonné. Je vais pas abandonner. Bravo Karima. Merci. C'est très soigné, c'est très bien fait. J'attends beaucoup que le goût soit à la hauteur de ce que tu nous as préparé qui est vraiment très réussi. Bravo. C'est un peu surprenant, mais on a de la mâche et ça c'est très bien. Et c'est un bon gâteau. Jam twazen ou la combinaison hatta. Et sur les côtés qui mènent chouffou, il y a des petits défauts. Dirti flocage, ça? Oui, petit flocage. Mais ça, on chauffe au melfog. Il faut savoir que le bleu n'est pas une couleur alimentaire. Donc essayez d'éviter le bleu dans les décorations, à part si tu veux représenter une piscine ou la mer, mais autrement, ce n'est pas une couleur alimentaire, donc ça ne donne pas envie de manger. خدمتيه ما شاء الله هذا هو صحة البال والخاطر كي نخدموا حاجة على قنيها وبعقلنا. Le gâteau est agréable à manger, frais, rafraîchissant. البسكويت تاعك بيان امبيبي مشمخ مليح لا كريم تاعك كاين توازن ما بين لا كريم ولا بات وكل شيء يعطيك الصحه. اكيليبر بلي فروي ولو بسكويت تاعك ولا كريم تاعك شباب بزاف. ميرسي سلمى. ميرسي. انا نموت على التمر سورتو تاع الجزائر سي لي ميور في العالم نقولها ونعاودها اي جي هاد دو غوتي. Je suis un petit peu déçue par l'extérieur, bravo pour le drapeau, mais je suis un petit peu dressée. On va ouvrir la boîte pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. Je casse les murs. Alors, tu voulais faire une date? Oui. Tu as une date bien mûre, hein? J'attends de goûter pour voir. Je suis un peu déçue quand même par l'esthétique. أمين حاجة اللي حبيتها فيها قلت لك التمر وعالم الجزائر اللي راهو محطوط من الفوق. عندي ان غاتو بالتمر في لابوتيك تاعي سي لو ميم جو بصح الفيزوال ماشي كيما تاعي. سي نورمال سي لوجيك. سي بوكو دو ترافاي ان توكا برافو بور سا سي اون بيل بريز دو ريسك اوسي دونك برافو بور سا مي فا فالوار افيني لي شوز. الفيزوال صافا ومليح وفي حاجه تفرح يقعد الدوق ان شاء الله. تري بيان لا تاع اون بون نوت مي لو غو بريم. Un peu plus d'équilibre aurait été plus agréable. C'est bien d'avoir mis des morceaux de fraises, c'est très bien. Mais j'aurais aimé des couches de génoise un peu moins importantes, un peu plus de lemon curd pour qu'on ait un peu plus de peps. Et voilà. Mais c'est quand même une belle réussite. Merci. Le biscuit tac. ماهوش مشمخ فوق اللازم. نحب ان بسكويت يكون ماشي بزاف ان بيبي ما يكونش بزاف ناشف. Donc, ça représente ce que tu as sur la tête. Oui, non, mais vraiment, ça existe. طربوش دق دق
في هذا الجهه غسبلوك لا ديغوستاسيون دونك نشوفو لو غو ان شاء الله. Donc là, je suis un petit peu déçue. C'est pas très équilibré. Il y a beaucoup de mousse, pas beaucoup de biscuits. حاجة اللي عجبتني فيها مهدي اللي راهي ناقصة حلاوة. أنا هذا واش نحب في الغاتو يكون ناقص في الحلاوة. كما قلنا لو بون بوين سي كو لا كريم تاعك ماشي لا موس تاعك ناقصة سكر. بصح كي ما عندكش ليكيليبر بين لو بيسكوي و لي زانسير مع لا موس هذيك ناقصة سكر، تحس الغاتو ما فيهش سكر كاع. Donc c'est un panier de fruits avec le couvercle légèrement soulevé. Il y a un pochage qui est difficile à réaliser. Donc moi je dis bravo pour le tressage. Ça c'est très bien. Ma عندي ما نقول الغاتو شباب. ان شاء الله القوي يكون كيف كيف. ان شاء الله. ما شحيتش في لي فخوي رأوفة. درت لي فخوي الله يبارك طرت. Quand je rebattais un peu le biscuit. C'est pas très prononcé en goût, mais c'est agréable à déguster. Donc bravo pour ton biscuit cuillère. Après, je ne sais pas si ça va tout bien tenir. Alors après, ben écoute, moi je vais juger par le goût, surtout par le goût. C'est un peu bizarre, hein, dedans le montage. J'ai du mal à comprendre. En plus, le mariage fraise et avec les peaux de clémentine, c'est pas très agréable à déguster. Disons que c'est un gâteau, t'as fait un gâteau qui me perturbe. Je peux pas te dire autre chose. Le biscuit تاعك عجبني parce que fait maison, on جاي مليح ما هم شرب فوق اللازم وما راهو ناشف. D'accord. Donc j'ai mis trop de pâte de pistache. C'est un test, j'avais jamais fait ça avant. Ou les oranges. ما تقدريش تحطيهم هكذاك؟ اي فالي لي بلانشير. اكزاكتومون. لا روسيت دو باز. ميرسي. انا ما نقدرش ناكل اون باغ كامله. سا سي سيغ. شوفي لا 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 تاي تاع لا موس تاعك وتاع لا كاناش ولا ما على باليش والبيسكوي تاعك كل شيء سي تري تري غرو. هايا نذوقو. لو غو تاعو مليح كيما الاخر اللي درتيه بصح لا جيلاتين تاعك درتي بزاف بزاف سي تري تري جولي تو سي فروي ان دسو دون سيت جولي مي سي تري ديفيسيل ا ديغوستي باسكو سي جولي كولي 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 عجبني لو غاتو فيه لو غو تاع البيستاش عملتي له البيستاش شويه يابس مي ماشي يابس يعني يابس لا لا لو غو تاعو شباب الورد للناس الورد ناس بليدة معروفين بالورد الله يبارك توالمهم الوجه راهو صافا الحمد لله ويقعد الدوق ان شاء الله le flocage est un petit peu maladroit par endroit on voit un petit peu de blanc mais bon on a t'as bien réussi à faire la fleur c'est bien maintenant j'attends de voir le goût et les parfums et les fruits surtout qu'il y a dedans Écoute, c'est un bon gâteau qui, voilà, qui mérite quelques petits ajustements, mais c'est un bon gâteau, bravo. Merci. Un autre fil gâteau tag, j'ai bené, qui m'a goûté la fleur d'oranger, c'est riba, bach, dire dosage taha, ou déjà gud-gud, et un texte, bravo. Merci. L'autre fil, le gâteau tag, fèche, j'ai bené, bziada, chaque pétale, khadat rai, ou t'katat à la kaniha. مرقود قولي لي يرحم بابك واش هي لا باتيسري اللي راح تبرد لك قلبك alors il est temps de désigner votre coup de cœur ah je comprends beaucoup mieux comme ça c'est plus facile pour moi donc mon coup de cœur il va à Selma
Alors, bien sûr, j'aime pas trop le bleu, mais ta mosaïque était superbe. Et surtout, ton gâteau, il était parfaitement équilibré, très frais, très agréable à déguster. Et je pouvais manger une tranche entière en me faisant plaisir. Merci Donc, beaucoup. Pour ça, bravo. L'équilibre, conserve cet équilibre, conserve ce, la façon de faire, c'est très très bien. Merci. Donc, bravo. Merci beaucoup. Mercotte. Yatek Saha, on vous remercie d'avoir tiré les oreilles de nos chers pâtissiers et pâtissières. Et puis, on vous dit à très bientôt. Merci de votre accueil chaleureux. C'était une super expérience de venir vous rencontrer ici avec cette formule du meilleur pâtissier d'Algérie. Continuez, soyez forts, écoutez tout ce qu'on vous dit parce que ça vous fera progresser. Et voilà. En tout cas, merci pour tout. Merci. Au revoir. Au revoir. اللجنة المتكونة من لالوزا والشيف مهدي رايحين يجتمعوا يغلقوا على روحتيهم تفضلوا زيد فضلك لالوزا نعم عندنا قادر سلمى وأسماء يقدروا يجيبوا طابلي للزرقاء يا درجكم فيهم مهدي عندنا سلمى ما شاء الله كانت توب في الإبخاف الأولى والبخاف تاعك شويه شويه وكملت لك كودكار دو ميركود الله يبارك والثاني اسماء اللي بدات بلا موز الشوكولا تاعها كملت الاولى في البخاف تاعك تري بيان وعوجتها في البخاف الاخرى لا لوزا شكون بين هذو الثلاثه رايح يدي الطابليه الزرقاء اليوم هما بين ثلاثه خدموا يعني خدموا بيع يعطيهم الصحه دوك لازم نخيرو ما بين سلمى وما بين اسماء عندنا دي باتيسي اللي عقبو سمنا صعيبه صح اللي هما عندنا كريمه عندنا مهدي وعندنا سميه بصح ما تنساش مهدي داروا جهد كبيره هما داروا اللي عليهم وكل واحد وحده الميغ كي كان اكزاكتومون بصح عندنا كريمه بدات توب بدات توب كريمه قالتو تعتشينا صح كان بنين بزاف كان بنين وكملت في الابخاف تاعك يا اخي دارت لنا صاجيه اي الابخاف كرياتيف هو البروبليم تاع كريمه مهدي خدمت غير في السامبل خدمت غير في السامبل ما دارتش زعما دي زيفور بلوس ما دارتش جهد اكثر من هذايا على بها راهي شغل حبطت مليح كريمه بين وبين كانت ما بين وبين فوالا كانت ما بين وبين وعندنا مهدي يا اخي ما تنساوش كان اور سوجي في الابخاف الاولى ما حسيناش لو غو تاع تشينا كاع وفي الابخاف تاعك سافا بيني وبين ما بيني وبين سافا وفي الابخاف الاخرى شويه شويه ما دارش جهد كبير خدم في السامبل تاني تمهدي وفي الابخاف الاولانيه شغل حب يدير ترومب لو بالاك مي اور سوجي ما قاسهاش برك في تشينا فوالا كانت ناقصه لا لوزا لازم نخيرو والباتيسي اللي يروح هذه السمانه انا نقول بين كريمه ومهدي يا درجكم فيهم مهدي انا اللي حيره بيناتهم واللي غادر انا راح يغدني الحال ونحزن فريمون نحزن عليه مي هذا هو اللعب صافي بارتي دو كونكور اي وي مهدي اين حنقول لهم يلا مرحبا اللجنه بعد ما اجتمعت قررت باللي لو باتيسيي ولا لا باتيسيير اللي تستاهل الطابليه الزرقاء هي ولا هو هي ولا هو هي ولا هو سلمى أنا فرحانة أنا فخورة بنفسي بسك ديت البرومي طابلي بلوف أول موسم تاع ميغ باتيسي الجزائري كان حلمي أني نوصل لهنا الميغ باتيسي واليوم أنا ديت الطابلي بلوف زيد أول طابلي بلوف أول موسم أنا شوي ترو 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 كونتون ترو فيير وفخورة بنفسي لو باتيسي ولا لا باتيسيير اللي رانا رايحين نبقيو على خير هو ولا هي هي كريمة جاني تسوى كريمة نقول لك أنا مادام لحقتي لهنا سكرا كي رابحة
المهم راكي رابحه يعطيك الصحه بابو. درتي جهد كبير فريمون، درتي جهد كبير. معليش ميم تروحي راكي قاعده دائما في قلبنا كريمه. حبيناك بزاف والله العظيم بزاف. كريمه انت يا مرا ونص، جو سوي تري فيير دو توا. ولادك ils peuvent être que fiers de toi et on l'applaudit très très fort. J'ai été choisie parmi les 5000 candidats. Où l'حقت لهنا mais les 10 candidats les meilleures pâtisseries الجزائر. Ça fait plaisir. Mais dès tout je نقدر la galbe. C'est ça. Il y a toujours un perdant et un gagnant. Pâtissier, pâtissière, de te la cao, semaine al-jaya. Qawa ala khair.